بحضراتكم من جديد. التعليم من المواضيع التي تشغل الرأي العام دائماً. موضوعنا الآن بسبب مقترح قدمته النائبة يسرى أباظة عضو مجلس الشيوخ الاثنين الماضي، والمقترح كان عبارة عن تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس. وفي تغطيتنا الآن هنعرض لحضراتكم أهم التفاصيل الخاصة بذلك المقترح، وهل تم اتخاذ خطوات جادة في ذلك الاتجاه أم مازال قيد المناقشة؟ في البداية، تقدمت النائبة يسرى أباظة عضو مجلس الشيوخ الاثنين الماضي بمقترح تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس. وكشفت نائبة الشيوخ تفاصيل المقترح وقالت أن الدافع الرئيسي للمقترح هو تقليل الكثافة في المدارس، خاصة بعد مرورنا بفترة كورونا والآن الإنفلونزا الموسمية، وكلها إجراءات احترازية، ولذلك يتم تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات بشكل مؤقت وليس دائما. وأضاف النائبة يسرى أن المقترح يدعو لتقليل ساعات الدراسة بدلا من 7 ساعات إلى 5 ساعات لكل المراحل، على أن يكون ذلك المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية وألا يكون معمما على مستوى الجمهورية حتى تنتهي الدولة من تطوير وبناء مدارس جديدة. أما عن كيفية تقسيم اليوم الدراسي في المقترح فهيكون كالتالي. قالت النائبة: هناك خريجون كثيرون، ولكن المشكلة في الميزانية، وكل هذا مجرد فكرة مشروع سيتم بحثها، واللجنة ستناقش وزير التعليم وأيضا تناقش الإيجابيات والسلبيات، ولو تمت الموافقة عليه يذهب لمجلس النواب. أما عن موعد تنفيذ المقترح فقالت إنه لا يزال المقترح قيد المناقشة، وده بالطبع وفقا لتصريحات النائبة، حيث من المقرر مناقشته باستضافة خلال الأيام المقبلة داخل مجلس الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، على أن تتم إحالته إلى مجلس النواب حال الموافقة عليه من قبل الشيوخ. وستتم مناقشة المقترح مرة أخرى داخل مجلس النواب عقب إحالته، وفي حال إقراره سيتم تطبيقه رسميا داخل المدارس. مقترح النائبة يسرى أباظة يبعد البعد الأول من نوعه، حيث سبق وتقدم عدد من النواب العام الماضي بالعديد من المقترحات المشابهة لتقليل الكثافة بالمدارس، والتي قد يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى خلال مناقشة مقترح نائبة الشيوخ. وسبق وقدم النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ اقتراحا برغبة شأن المدارس ذات الكثافة العالية يقوم على إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة وتوزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم، ومن ثم ستقل كثافة الفصول إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين. وإلى هنا قد نكون عرضنا لحضراتكم جميع التفاصيل حول تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس. انتهت تغطيتنا، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.